قال موسى يا رب إذا سألك الطائع، هذا أول مرة بتسمعوا الحديث. قال موسى يا رب إذا سألك الطائع ماذا تقول له؟ متعبد طائع، يا رب يا رب ماذا تقول له؟ قال لبيك. أقول له لبيك. قال يا ربي فالزاهد، زاهد وسألك. قال أقول له لبيك. قال يا ربي فالصائم إذا سألك. قال أقول له لبيك. قال يا رب فالعاصي، عاصي إذا سألك. قال أقول لبيك لبيك لبيك. الله أكبر. هذا العاصي، الصائم مرة والزاهد مرة والطائع مرة لبيك، أما العاصي لبيك لبيك لبيك. يا موسى كل واحد من هؤلاء يتكل على عمله، الصائم على صيامه، الطائع على طاعته، والزاهد على زهده، والعاصي يتكل على رحمتي، وأنا لا أخيب عبدا اتكل علي. هل تكون الحديث؟ بديش هذا بنشر الحديث؟ ها؟ والله لو كان من الدنيا ذهب قليل هذه. قال موسى يا رب إذا سألك الطائع ماذا تقول له؟ قال تعالى أقول له لبيك. عم تسأل الله منك لبيك، شو بدك سؤال؟ قال يا ربي فالزاهد، زاهد عم يطلب، أقول له لبيك. قال يا ربي فالصائم، إذا دعاك أقول له لبيك. قال يا ربي فالعاصي إذا سألك. قال أقول لبيك لبيك لبيك. 3 مرات. يا موسى كل واحد من هؤلاء يتكل على عمله، الصائم على صيامه، الطائع على طاعته، الذاكر على ذكره، والعاصي يتكل على رحمتي، وأنا لا أخيب عبدا اتكل علي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عليه توكلت وإليه أنيب. الإنابة رجوع القلب إلى الله. كل واحد منا مذنب، خلينا نرجع إلى الله، نتوب إلى الله. شو عزمكن اليوم نعمل توبة عامة إلى الله؟ مين بينوي التوبة معي؟ أنا ناوي توب إن شاء الله إلى الله. ما شفتهم شغلوني بالورقة. كلكم ناويين التوبة؟ وأنا ناوي كمان توب إلى الله. نرفع إيدينا بنقول يا الله، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بعزة اسمك العظيم الأعظم، تب علينا توبة نصوحة. اللهم بدل سيئاتنا بحسنات، اللهم بدل فقرنا بغنى، اللهم بدل همنا وغمنا بفرج. يا حي ويا قيوم، بعزة اسمك العظيم الأعظم، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا. اللهم يا حي ويا قيوم، اجعلنا من عبادك الصالحين، وارض عنا وعن أهلينا وأولادنا وبناتنا وأحبابنا رضاء لا سقط بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وتقبل يا كريم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر لا إله إلا الله. لا إله